أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجزائري يعلن عن إصلاحات هيكلية اقتصادية العام المقبل، مراجعة جذرية لسياسة الدعم يشترط زيادة الإنتاجية قبل رفع أجور الجزائري. أسعار النفط تنهي تداولاتها الأسبوعية على انهيار حاد، والأسواق تترقب اجتماعا حاسما لأوبك بلاس الخميس المقبل. وفي النشرة تتابعون أيضا زيت الزيتون الجزائري، تتويجات عالمية في الجودة والنوعية في انتظار التثمين الاقتصادي وترقية تصديرها. أهلا بكم من جديد. في المستهل كشف رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون عن إطلاق إصلاحات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي السنة المقبلة. تبون وخلال لقائه الدوري بوسائل الأعلام الجزائرية بث سهرة الجمعة تعهد بجعل السنة القادمة عاما للإصلاح الاقتصادي، تتضمن مراجعة ترسانة القوانين المؤطرة للمنظومة الاستثمارية والمالية بالتزامن مع إصلاح سياسة الدعم تتويجا لمسار بناء مؤسسات الدولة الجديدة. بعد الانتخابات ندخلوا في الإصلاح كل ما هو اجتماعي، كل ما هو اقتصادي، نعود ونبنو أسس الاقتصادية والاجتماعية نتاع الدولة بعد ما تهنينا من المؤسسات. فضلنا نخليوها من بعد باش نخلي مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهرية نتاع مستقبل الوطن كله. على سبيل المثال فيما يخص التكفل الاجتماعي والدعم الاجتماعي. وهذه رئيس تبون التزم بعدم التخلي عن التكفل الاجتماعي في سياق الإصلاح الهيكلي المرتقب لسياسة الدعم، واصفا طرح الخيار في الوقت الراهن بغير المناسب. رئيس الجزائري شدد على ضرورة فتح نقاش وطني واسع لتحديد آليات توجيه 17 مليار دولار سنويا، متوقعا إسقاط ثلث السكان من قائمة المستفيدين من الدعم. تقرير في السياق لعبد النور حفصاوي. لا مراجعة لسياسة الدعم قبل تحديد الآليات والفئات المعنية بالتكفل الاجتماعي، هكذا تعهد الرئيس الجزائري في مواجهة جدل واسع رافق كشف السلطات عن نيتها الشروع في أولى خطواتها لإضفاء الانتقائية في توجيه التحويلات الاجتماعية. أنا نأسف اللي انطرحت في الساحة، مش وقتها، وخشوها كانت ربما زلت لسان. شوف أنا قلتها وأعتقد أنا المسؤول الدولة مش غيري، أنا قلت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها التكفل الاجتماعي يكون في الجزائر، لأن هذه وفاء لشهدائنا الأبرار، وفاء إعلان أول نوفمبر 54 نبني دولة ديمقراطية اجتماعية. هذه ما فيهاش رجوع، ده طمأن الشعب الجزائري. لا هذه ما فيها حتى هدرة، هذه ما فيهاش نقاش. مراجعة اشترط الرئيس الجزائري أن تكون مسبوقة بنقاش وطني واسع لتحديد كيفية توجيه الدعم للفئات المستحقة بالاعتماد على الرقمنة والتدقيق في المداخيل. لم تضبط وما زال ما حددناش الكيفية وشكون وما هي الأهداف، ما زال ما تحددش. عرفت لك سبقة الأول نتاعها. هذه من الإصلاحات اللي تجي في 2022 إن شاء الله. أنا متيقن نظرا لمعرفتي الملف أن التكفل سيرفع ربما على ثلث المواطنين فقط. لازم البلاد تدخل في الرقمنة، لازم تكون عندي إحصاء نتاع الفقير والمتوسط والغني، إحصائيات دقيقة. خطوات استباقية تعول عليها السلطات الجزائرية لتجاوز أخطاء الماضي التي شابت محاولات الإصلاح الهيكلي لسياسة التكفل الاجتماعي، وفي مقدمتها الارتجال وغياب المصداقية عن بعض المؤسسات. أنا أقول كان فيها ارتجال كبير، وكان فيه مؤسسات ربما فاقدة المصداقية باش تفرض اقتصاديا نظريات
مراجعة عميقة لسياسة تكبد الدولة الجزائرية، نفقات تعادل 17 مليار دولار سنوياً مؤجلة إلى العام المقبل في سياق إصلاحات هيكلية متعددة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتتوج مسار تجديد مؤسسات الدولة الجزائرية. وبخصوص التزامه بشأن رفع الأجور، ربط رئيس تبون تجسيد الخطوة بزيادة الإنتاجية لتفادي الآثار التضخمية المحتملة جراء ضخ مداخيل إضافية في رواتب الجزائريين. أنا ألتزم بتحسين القدرة الشرائية، هذه داخلة في البرنامج تاعي. رفع الأجور سيف ذو حدين، إما ترفع الأجور بعدل وقسطاس يعني وتمس نقطة الاستدلال، نقطة الاستدلال تخلي الفرق بين المرتبات مثل ما هي موجودة، كاع الناس يستفادوا من رفع الأجور، ولكن رفع الأجور كذلك لازم الإنتاج. صحيح. رفع الأجور بدون إنتاج راه يجي تضخم. يعني سيف ذو حدين. لدى تطرقه لمشروع قانون الاستثمار الجديد، أكد رئيس الجزائري منح الأولوية للمستثمرين المحليين من أصحاب القدرات والإمكانيات بدل التوجه نحو الاستثمارات الأجنبية التي ترهن السيادة الوطنية. استثمر إذا كان محتاج يجي يستثمر عندك يجي أولا، ما ترغمش عليه باش يجيك. ثانيا هاد دوينغ بيزنس أنا شخصيا ماشي معها ولكن فاقد الأمل منها، لأن أعرف أن رأس المال الأجنبي يجي يستثمر في الدول اللي لا سلطة فيها، رغم أننا نحن اليوم شوف في المحيط نتاعنا إذا كان دولة اللي ما زال لها قدرات في التسديد هي الجزائر، ولا واحد يسال واللي يسال يخلص ويمشوا يستثمروا في أماكن أخرى، لأن ما كانش سلطة ما كانش كذا. في بعض الدول ماش بعيدة علينا يستثمروا فيها لأن ممنوعة فيها النقابة، وأما اللي باغي الفائدة مشتركة مرحبا به تستثمر على حسب الحاجية تاع البلاد مرحبا. رئيس تبون اعتبر أن الجزائر ترغب في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من باب الواقعية الاقتصادية وليس من باب الندية، كونه وقع في مرحلة ضعف على حد تعبيره. الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه نتيجة ضعف الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه لألف حاجة، ولكن لما تكون في اتفاقية اقتصادية لازم تكون المنفعة عليا وليك. مثلا رفع الجمركة على بعض المواد وكذا تنفع الإنسان اللي ينتج، الدولة اللي تنتج باش تقدر تصدر. منين ترفع الجمركة على بعض البضائع اللي متفقين عليها، البضائع تاعي تتباع عندك بدون جمركة، ولكن لازم تكون عندي بضايا اللي نبيعها لك. إلا ما عندي أنا دولة مستهلكة ما عندي ما نبيع، لازم نعاودو نراجعو هاد الأمور هادي. تعطيني مهلة ميسرة حتى نقوي اقتصادي نبدا ننتج باش ندخل معاك في تعامل ماشي الند للند ولكن الفائدة متبادلة. أعلنت مجموعة إيني الإيطالية تخلي عن حصتها في أنبوب الغاز الناقل للغاز الجزائري نحو إيطاليا لمجموعة إصنام للغاز مقابل 385 مليون أورو. بيان عن المجموعة الإيطالية أوضح أن الاتفاق المبرم بين الشركتين يقضي ببيع 49.9% من حصص إيني في خطوط أنابيب الغاز البرية الممتدة من الجزائر وتونس وخطوط أنابيب الغاز البحرية التي تربط الساحل التونسي بإيطاليا، وتنص الصفقة على احتفاظ إيني على حصة الأغلبية في رأس مال الشركة المسيرة للمنشآت النفطية. هوت أسعار النفط بأكثر من 10% في ختام أسبوع من جلسات متقلبة مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ أفريل 2020 وسط مخاوف المستثمرين من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل في أعقاب انتشار
سلالة جديدة من كورونا في جنوب إفريقيا. تقرير بصوت ميسا كريباسا. نزيف حاد وعنيف ذاك الذي أصاب أسعار النفط لتجر الذهب الأسود نحو أسوأ أداء يومي له منذ نحو عام ونصف العام، بعد أن هوت أسعاره ب10% مبددة مكاسب متراكمة لأكثر من 3 أشهر. معطيات رسمت 5 أسبوع من الخسارة المتتالية لأسعار الخام بفعل تهديدات عودة العالم للإغلاق العام وضعف الطلب في أعقاب اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا، صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن خانة المقلقة. انهيار حاد فقد عبره النفط أكثر من 10 دولارات من قيمته في ظرف جلسة واحدة، توجت سلسلة جلسات أسبوع متقلب بفعل تدشين جو بايدن حربه ضد تحالف أوبيك بلس، حاولت خلالها أسعار الخام مقاومة ضخ كبار المستهلكين الملايين من براميل النفط من مخزوناتهم الاستراتيجية في السوق بين الارتفاع تارة والتجاهل تارة أخرى، غير أن الاستقرار الهش للذهب الأسود سرعان ما تلقى ضربة قاصمة بانتشار وابل من الأنباء السلبية المتسارعة والقادمة من جنوب إفريقيا باكتشاف السلالة الجديدة. غموض وتضارب في التكهنات تضفي مزيدا من الضغط على أعضاء تحالف أوبيك بلس المنتظر اجتماعهم 5 المقبل في لقاء يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل التهديدات الوبائية المتفاقمة. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تركيا وليبيا ب 43% خلال العامين الماضيين. مجلس الأعمال المشترك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن مناطق الصلاحية البحرية كشف عن ارتفاع التبادل التجاري البيني إلى 2.3 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، متوقعا أن يتجاوز لأول مرة 3 ملايير دولار بحلول نهاية العام الحالي. منع صيادون فرنسيون وصول آليات الشحن إلى المحطة في نفق المونش مطالبين بتسوية نزاعات صيد السمك بعد بريكسيت مع المملكة المتحدة. عطل صيادون السفن التي تقوم برحلات مع بريطانيا في مرفأ كالي في شمال فرنسا مطالبين بتسوية خلافات صيد الأسماك الناجمة عن بريكسيت مع المملكة المتحدة. وسدت 5 سفن الصيد مدخل المرفأ في عملية تستمر 1.5 ساعة في إطار يوم تحرك وطني للصيادين الفرنسيين. بالعودة للشأن الجزائري، يتوقع المهنيون في شعبة زيت الزيتون تسجيل محصول وفير الموسم الحالي رغم الحرائق التي أتلفت مساحات واسعة من أشجار الزيتون في كبرى أحواض إنتاجها في البلاد خلال الصيفة الماضية. تقرير في السياق لوليد مذكور. زيت الزيتون بالنسبة للجزائريين أكثر ما يختصر في محصول موسمين يزين موائدهم ومطابخهم، فهو موروث وتقليد يؤرخ لحقبة تاريخية وحضارية تقاسمها الجزائريون مع شعوب البحر المتوسط. محصول فلاحي يواجه كوابح ضمن مسار تحقيق نهضة زراعته رغم تسجيل نمو طفيف وتدريجي في إنتاج البلاد خلال السنوات الماضية، منتقلا من 90,000 طن إلى 120,000 طن سنة 2021. الإحصائيات اللي تقول رانا في حوالي 100,000 طن، لكن كان تقرير له تعمل هذا العام بالنسبة عملوه الاتحاد الأوروبي مع الوزارة لي ستارابور تاع دو كونسوماسيون اللي خرج حوالي 6 لتر للمواطن في السنة، هذا اللي يعطينا 270,000 طن. هذا بالنسبة للاستهلاك، يزيد له زائد ليقعد في ستوك يعطينا حوالي 300,000 طن. ارتفاع طفيف مكن من رفع حصة البلاد من الانتاج العالمي لتصل إلى 2.6%، ما يجعل الجزائر رابع أكبر منتج لزيت الزيتون عربيا في وقت استهلك الجزائريون أزيد من 86,000 طن من نفس المادة.
مع توقعات بتراجعه إلى 84 ألف طن بنهاية العام الحالي. البلو غران بارك دولياستر في العالم موجود في الجزائر، اللي هو مقدر بحوالي 300 ألف هكتار. لولياس كي نقولوا لولياس هو الحرطاني ولا الزيتون غير ملقم سوفاج. أرقام تجعل من الجزائر ثامن أكبر مستهلك لزيت الزيتون عالميا بحصة تناهز 3% من إجمالي الاستهلاك العالمي، حصة مرشحة للتراجع على خلفية تكهنات انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره بنهاية السنة الجارية. توقعات متشائمة رغم التوسع الملفت في المساحات المزروعة بأشجار زيتون التي قاربت نصف مليون هكتار في 2020 في مقابل 168 ألف هكتار في مطلع الألفية، بزيادة تجاوزت 160% في ظرف عقدين. طفرة في المساحة لم يكن لها التأثير الواضح في صادرات البلاد من زيت الزيتون، رغم ارتفاعها من 160 ألف دولار في 2016 إلى 14 مليون دولار في ختام 2019. قبل الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. رئيس الجزائري يعلن عن إصلاحات هيكلية اقتصادية العام المقبل، مراجعة جذرية لسياسة الدعم يشترط زيادة الإنتاجية قبل رفع أجور الجزائريين. أسعار النفط تنهي تداولاتها الأسبوعية على انهيار حاد، والأسواق تترقب اجتماعا حاسما لأوبك بلاس الخميس المقبل. وتابعتم أيضا زيت الزيتون الجزائري، تتويجات عالمية في الجودة والنوعية في انتظار التثمين الاقتصادي وترقية تصديرها. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.